بكل وضوح بكل وضوح مع بروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام باش كيتصرفوا الاخرين. راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه غيدخل سلحفاه غيبقى سلحفاه. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت هي جهاز المناعه النفسي. جهاز المناعه النفسي هو الاب والام من 3 سنين فوق عندهم الحق في ولادنا. راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 الى 8 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل. تحية مسائية لكل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا ليلى سناء. بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم غادي نتكلموا على نموذج الوالدين اللي تيضغطوا على أبنائهم يعني بطريقة مباشرة أو لا غير مباشرة في التأثير عليهم في بعض الاختيارات، كأن يكون طبيب مثلا لأنه الحلم ديال الأب ديالو اللي ما قدرش يحقه وغيره من الأمثلة الكثيرة اللي كنشوفوها دائما، ومن جهة أخرى حتى الأبناء اللي تيجعلوا من نفسهم يعني دون تأثير عليهم من طرف الوالدين الغاية ديالهم أنهم يحقوا حلم أو لاختيار واحد من الوالدين. فشنو العواقب أو الانعكاسات ديال هاد البنيات اللي غادي نحلو معك أستاذ واللي كنشوفوها داخل الأسرة يعني مصغرة على المجتمع؟ هو صراحة اللي تحت ليه الفرصة دابا يكون سوسيولوج. أنا كنصح الطلبة اللي تحت ليه الفرصة يدرس لا سوسيولوجي. عندكم حاليا في المجتمع العربي واحد المختبر مفتوح. من قبل كسوسيولوج باش تدرس وخصك مختبر كان خص تمشي تسافر لواحد المدن، تمشي لواحد القبائل الافريقيه وتمشي، ما كانش كيكون عندك مختبر مفتوح. ما معنى مختبر؟ هي بنيه اجتماعيه كتغير بسرعه. ما كانش مش حالي شحال باش تشوف بنيه اجتماعيه كتغير خصك 25 عام 30 عام 40 عام 50 عام. دابا كتشوفها في كل عام بنيه اجتماعيه كتهز كتحيد وكتدخل واحد اخر. فهنا المفكر اللي عنده ماده ولا الخبير عنده مختبر مفتوح، خاصه احنا في العالم العربي عندنا. انا شخصيا ملي كنبرك هكا نتمعن ونشوف كنبدا نقول يا ربي لا ما جعل هالشي خير يا ربي، لان التحركه التكتونيه البركان تيغلي ما تعرفوش اللي يحرك الحديد ولا يحرك النحاس ولا يحرك المنغنيز ولا يحرك الماده المتفجره. بركان ماشي دائما كيلو حوايج لهم مصالح الواقع ديالنا. فبالنسبه لواحد اللي كيدرس هذه البنيه الاجتماعيه عندكم داف فرصه، مجتمعات كتغير بواحد السرعه هائله. ف شنو هو هذه البنيات؟ ما بين تخيل البنيه الروحيه، شوف جايه من الفوق هابطه تحت منها البنيه الفكريه، كتنزل عندها البنية النفسية، كتنزل عند البنية العضوية، كندخلوا في البنية الفعلية يعني الفعل ورد الفعل، ثم تندخلوا في الخلية الأسرية، ثم تنطيحوا في البنية الاجتماع. فواش كاين اتصال أولا ما كاينش اتصال؟ من البنية الروحية حتى كتوجد مجتمع، ومن المجتمع تطلع حتى البنية الروحية كاين اتصال أما كاينش اتصال؟ وما كاش اتصال ما يكونش كيأطروا الحق الديني بوكك، ما يكونش طموح العالم العربي أطل الحق الفكري. العالم العربي عنده فانتاسماغوريا واخدها منذ انهيار الحضارة العثمانية. هذا واحد الوباء فيروس زرع في العقل العربي منذ انحطاط الدولة العثمانية. هو ما عرفوش للتأثير مشاو للتأطير، نزلقوا ما بين التوطة وما يولوا بطة عغدا وتقاقي قاعها يبزق وفمها يسرط. وأوروبا وأمريكا كتلوح لهم الشعير والقمح وتسمنهم وتختار فيهم السمينة مرة مرة تعرضها لشي تانكس جيفين أجي بليتي نعيدو بكزيتي هاو كاتم جاية بسكينة حقا بحركة ذاك البطة كلها ملحلحة شحومات والحومات ويزوية عبروها شحال فيها ودبح زيارك زر. فالعهد الحيطات اللي كندوي الحقبة العثمانية راه فيها الأخيار دارسها وعارفها. أنا كندوي على الحقبة الأخرى ديالها ملي ولا كل شيء مقيد بالصفة واللباس والخطاب. العهد الانحطاط العثماني فغي تقتل ملي جعل الخطاب يصبح مملوك بالصفة ومقيد باللباس
وهذا ما عهدناه في التاريخ الأنيق القديم. في التاريخ القديم كان كل مواطن يتناول كل خطاب ويتناول كل حديث، ولكن ما كيدخلش للصفات لا، ولكن في الحديث وفي الخطاب وفي الفكر كان الرجل في الحضارة العربية الإسلامية القديمة كان كل شخص كل مواطن يتناول بحرية، ولكن ما كياخذ الصفة. أما الصفة لا، كيخليها لدوي الاختصاص. أما في الحيطات العثمانية والله لا، هضرتي في قهوة، تهضر في السياسة، شكون تقدر في السياسة؟ أجي، شكون عندك رخصة في حزب، عندك رخصة في كذا، ما عندكش، زيد السجن. طبيب عنده كسوته، كي تعرف بالعمامة ديالو بواحد الحزام مغلط هكا، تخيل قالك في قهوة كتقول لشي واحد من حبابك شرب اللويزة بالحليب، شكون أنت طبيب؟ لا، زيد حيد. راه وصلوا لهاد البلاصة هادي في العهد الانحطاط ديالهم، بقاو كيغيزوا 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 ويتغيزوا معاه مارك، ونفس الضربة غير يضرب هتلر في إحداثه النظام النازية. في النظام النازية غادي يكونوا النظم الإدارية كلها معروفة إلا نظام الأساس. شو سميتو؟ أساس، بحال الحنش، ما كانش كيتعرف الأساس، ما هماش إسبيوناج، ما هماش، هما واحد المركز سميتو الأساس، فكيقدر يدخل في العائلة ويدخل في الإدارة ويدخل في الحزب وينخره. الوقت اللي مشى اللي ولاو الأطباء ما كيعرفوش يتكلموا، لينا ما عارفش واش مع أساس ولا معش أساس، الصحافي ما يقدرش يكتب خايف من أساس، الإعلامي خايف من أساس، ويطيح النظام النازي. كذلك البولجيفيكي اللي غادي يمشي روسيا، غتمشي مع ستالين، وغادي تخنق عاوتاني، غتبقى تحضي الصفة والخطاب، بقيت كتصير كتصير، وصلت واحد الحد مع غورباتشيف، وهي سترويكا وقعت، أمشى الاتحاد السوفيتي. كذلك نحن رحنا فيها في العالم العربي، عندك وتسحبوا تسحبوا كي الحرية ولا عندك والوهم، لأن ملي تشوف ما عندكش الواقع في يدك، الواقع في يد أمريكا. أمريكا اللي صفتات في 67، في 68، في 69، تخيل كي وصل صاروخ ساتورن كي وصل 6000 كيلومتر ساعة. هل اللي عنده الخطاب هذا اللي يقدر يدقق؟ ورغم ذلك اللي وصلت المكوك فضائي 6000 كيلومتر ساعة، اللي كيدخل الغلاف الجوي 22000 كيلومتر، لا فيه شعلة فيه بالاحتكاك ديال الفضاء، ورغم ذلك ما دارتهاش. صدفة أن هاد البلاد هادي غتكون هي الأولى في العالم. فهنا أنا غادي اليوم نجعل المجتمع المغربي، لأن هذا هو أحبابي، هما مدعينية، بغيت نجعل العائلة المغربية، ما تبقاش تسحب بأن الحقيقة راها في العائلة، ما تسحبش الحقيقة راها في القبيلة، ما تسحبش الحقيقة راها كاينة في الأمة ولا في الشعب، الحقيقة راها في الأفراد. من بعد عاد غادي نسقلوا الأفراد ونعطيهم الصيغة ديال التكتل العائلي، ونعطيهم الصيغة ديال التكتل القبلي، ونعطيهم الصيغة ديال التكتل ديال الأمة والمجتمع. راه الحقيقة في الأفراد الحباب. فإلا مشيتي حتى ما درتيش الميزان في الأول على الأفراد، درتيه على السمية العائلة، درتيه على الهالة القبيلة، درتيه على الهالة ديال اللي بغيتي، وما مشيتيش رديتي البال الأفراد، لأن هما اللي غيحملوا هادشي كله. الفرد هو اللي كيحمل حب العائلة وسميتها، هو اللي كيحمل مشروعها، هو اللي كيحمل مشروع الأمة، هو اللي كيحمل مشروع الشعب، هو اللي كيحمل مشروع كل شيء الأفراد. فإذا مشينا حتى ما ركزناش على الأفراد، بعدنا وبقينا ردين الهالة ديال العائلة، وولدي عائلتك كانوا كلهم قضاة، وجدك قاضي وبك قاضي، خصك تكون قاضي، هاي العائلة شتيها، ما رديناش البال الفرد، ما رديناش البال. نعطيوه تاريخ، ماشي نخلقوه تاريخ، نعطيه تاريخ، نقولوا لي تاريخ حيثما جاء يعني الأوان، بحال شي ذوق، بحال شي ذوق، يعني كنديروا واحد النوع من الزميطه، كنديروها مره في العام، كنديروهاش كل نهار، نعطيه التاريخ ديال القبيله ديالو، ولكن نركزوا على الفرد. والفرد هنا في الغدي يفلح الغرب، هنا اللي بغينا نستافدوا من الغرب، ما بقاوش عندنا واحد الميراج. الغرب عنده واحد سميتو الليدرشيب. شنو هو الليدرشيب؟ هما اشخاص كيصنعهم المجتمع، هو كيصنعهم، كيبقى يقلب عليهم في الجامعات، قلب عليهم وسط المجتمع، قلب عليهم وسط الحرمين، قلب عليهم في الفنيين، قلب عليهم بارتو في السياسه، كلشي كيقلب عليهم، وكيشدهم وتيطلعهم، كيخرجهم. علاش؟ لان هاد الافراد اللي عندهم الليدرشيب ملي كيظهروا في المجتمع
ما تيخليوش اللي يدير شي بغي عند العائلات، ما تيخليوش غي عند القبيلات، ما تيخليوش عند لي كاست، تيجعلوه يتعمم ها فين في الحال امريكا واوروبا من بعض الدول الاوروبيه فين في الحال. فلقيت اللي تيطلع لي ليدرشيب هما واحد الاشخاص عندهم كاريزما وعندهم عرف، جينا احنا بغينا نديرو بحالهم ما نقدروش. علاش ما نقدروش؟ لان بغينا ولا كرهنا عندنا خاصيه، بغينا ولا كرهنا عندنا خاصيه، ها هو تيكون مواطن مغربي في بلاده ما يخرجش يغتصب بشكل جماعي. مشاو لالمانيا يغتصبوا بشكل جماعي، علاش؟ لان هذوك الناس كيعرفوا يشربوا الشراب افيك موديراسيون، ملي كيمشي للحان البار كيشرب واحد البيره وحبس. احنا واحد العديد ما عندوش ثقافه الخمر، ما غيشربش افيك موديراسيون. هذوك الناس ما كيمشيش في وقت العمل يتفرج في موقع بورنو، كيخدم خدمته وتيمشي مزوج ولا عند عشيرته وتيدبر راسه في دارو. احنا لا، اذا هنا واش حنا مأطرين ومأطرينش؟ عندك وتصحاب مأطرين مأطريناش، حنا خالعينها، حنا شدين واحد الحربة واحد السيف فوق هاد الظاهرة كيقول الظهري قطعك راسك. هما تيقول لها ظهري خرجي وليني نأطروك. شتي اللي يدير شيب عندهم إلا مشينا تهزيناه وجبناه خصنا نجيو نحطو قدامو الترسانة الثقافية. فحنا عندنا في الليدرشيب، عندنا في ثقافتنا مقام الإمامة، أن تكون إمام في الرياضيات، أن تكون إمام في الطب، أن تكون إمام في الهندسة. وشنو هو اللي غيأثر لك الليدرشيب داخل مقام الإمامة؟ هو أن تكون فقيها عالما عارفا خبيرا ذو عنعنة صالحة. بركة ولا نزيد؟ مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522 46 72 50 51 52. إذن غادي نمشوا مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية ودائما على 0522 46 72 50 51 50. معنا أول مكالمة. حنان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حنان من رحمنا، مرحبا. أخيرا نحن بخير. مرحبا لحنان. أنا فرحانة بزاف والله. مرحبا بالمدينة الأنيقة والجميلة عندكم، هذيك المنطقة اسمها غزالة. ما شاء الله، دزت فيها هذه مدة وزرتها مؤخرا. جمال ديال المدينة على حقها وطريقة، الحمد لله. يعني كتجيك الغيرة كيفاش مدينة بسيطة كانت كيفاش ولات تبارك الله. يعني واحد التأطير خصكم تمشيو تزوروها وتشوفوا المدينه كي ولات، هذاك شيء هائل. مرحبا بنتي. مرحبا. عافاك بنتي. مرحبا بك. انا ما فاهمش راسي. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 13. شنو كتقراي؟ لا ما كنقراش. علاش؟ ما عندك حتى شي مستوى دراسي؟ لا، وي كانت عندي نيفو باك وكان ماكسيرش ما كملش. وما حاولتيش دير شي مشروع دابا؟ لا، مشروع دراسي تكويني. لا، بحكم أنا يعني في العربية يعني. ما العربية؟ العربية راه مغرب. لا يعني في عقلية ديال دارنا وهذا ما سمحوش لي أنا نكمل. شوف، غادي تدير واحد زيارة واحد المركز راه عندكم في الرحام ناس كيلز، تكلمت عليه شحال مرة. دابا عمي إذا قلت لك المشكل غادي تفهم. دابا أنا اخترت في دارة العقل تقريبا من دابا 3 شهور. إيوا. ما بقيت قادرة نكمل في هاد الزواج وخفت، ودارت أنا ما قادرين ديك القضية أنني مثلا تدرت العقد ونطلق. وهذا السيد كتعرفيه؟ لا، ما كنتش كنعرفه، يعني كان غير عرفت شوين طريق العائلة. ودابا تقريبا 3 شهور باش درنا العقد. شفت شي حوايج أنا ما عجبونيش. بحالاش؟ بحال دابا هو ماشي يشد. بحال تقريبا آخر مشكل حنايا خارجين بحال هكا، وأنا سعيد. انا غير سيد قال لي لا تشوفي شي واحد صافي. من بعدها صافي، من تما انا مابقيتش كنحملك انا هادي، انا من بزاف، انا مابقيتش قادر نصبر. داكشي اللي بغيت انا ما لقيتوش. هو يعني تيقول لي لا انا خاصني نتعامل معاك، يعني ماشي داكشي اللي كنت كنتمنى انا ما لقيتوش. شحال في عمر هاد الشاب؟ 25. يعني هو يعني عصابي، ما يقدرش يعني واحد الموسيقى قراره هو اللي خاصو يكون. فهمتي؟ وكان انا ما قدرش نكمل. قدر وكان فاش هو دابا اخر حاجه يعني قال لي المهم صافي قال لي مسائلك غادي يوصلوك. شنو مسائلك؟ يعني صافي اوراقك غادي يوصلوك. يعني بغا يطلقك؟
يعني هادشي هو اللي تيقولوا هو ولكن ودارهم هما ما باغينش ودارنا انا ما باغينش ولكن كنشوفني انا الا كملت ما نقدر انا كتشكل انا كنضحك كنهضر دابا لا ما حاولتيش تشرح هادشي لوالديك غير تاجلوا شويه العرس ريتها مواليد الوضعيه ويذكروا معاه بشويه ولا شي حاجه يعني ما لقيتش انا المشكل بحد ذاته في دارنا يعني انا لتخذ قرار ما غاديش نتراجع فيه ما لا عافاك بنتي حان الله عليك شتي الحل ماشي ناخذوه من جهتنا كافراد خذوه من جهه القوه والضعف اللي عندكم دابا انتي في وضعيه هشاشه بزاف في وضعيه هشاشه ما عندكش تكوين في دراعك ما عندكش راس مال باش دير شي تجاره عندك بنتي هشاشه فإلا مشيتي قلتي لهم لا ويشدوك ويخنقوا عليك ما يخليوك لا تخرجي ولا والو هاد لا غتولي سلاح ضدك ولا قلتي نعم عاوتاني غتولي سلاح ضدك خصنا نمشيو نشدوا العصا من الوسط كيفاش نقول نعم وتكون معايا وكيفاش نقول لا وتكون معايا ما خصناش نقولوا لا وتولي ضدك وما نقولوش نعم وتهدمك هنا انا في رايي الرجل الا كان فهم ما يدار مستقم غير كيف باقي عوج ما عارفش دهش ما مربينوش الرجال بعدا الرجال فين ما عمرو بلي نتصور معاهم عمرو بلي قلع فين هما قلع لان الرجل كيشد راه قلت واحد النوبه واحد البيولوجيست دار دراسه على الفياله لقى واحد العدد كيمشيو يهجموا على الزراعه ديال البشر في افريقيا لقى واحد العدد كيمشيو يقتلوا واحد القرن اللي غينيسيروس كيمشيو يتحاموا عليه جوج الفيال يشدوا واحد القرن وبداو يخرجوا فيه بهذوك النيه بداو يقتلوا اشنو لقى بان الصياده اللي براكونيت يقتلوا الفيالات الذكوره الكبار اللي كانوا كيعلموهم فملي تقتلوا لهم هذوك الذكوره الكبار هادوك لي جوفينيل ما لقاوش اللي يعلمهم فولا غير انستغيل ايه شنو كيقول ليه عقله كيتصرف فلقاو بانهم اللي واحد المنطقه كيخليو هذوك الفيل الكبار تحضيهم وملي كيكبر هذاك الفيل الذكر وكتجري عليه القاطع كيخرج فكيتحازوا لعندو تيعلموهم فكيوريهم بلاصه المنتجات الفلاحيه ديال القبائل تيبعدوهم منها تيوريهم بلاصه الماء في الصحراء فين يلقاوه تيوريهم كيفاش ياخذوا التريتوار ديالهم ويلقاو فيه الاناث ويتكاثروا كيوريهم كيعلمهم ثقافه عند الفياله اذا دابا ملي تقاسوا الفياله الذكوره القدام وحماقوا الفياله الصغار عند البشر ماشي بحال اكثر فحنا صيغه الرجال بالمعرف صيغه الرجال بالمعرف وريهم ليا فين هما مجتمع خدمتي محي فيهم واحد بواحد وإلا مشاو تا تبحاو لك الرجال أنا كنقول لك المجتمع المغربي وعقل عليها إلا مشاو تا تقصوا لك وتبحاو لك الرجال والله إلا تجمع لك النمل اللي عندك لا راه ما كيتجمعوش بالسلطة ولا بالخوف ولا بالأمن ولا راه كيتجمعوا بالهمة راه الرجال كيجمعوا هذوك الصهارة منهم كتشوف واحد عنده قطب علاش معروفه عند المغاربه مش حال كيقولوا فلان قطبو زمانه علاش داروا هذه الجمله ديال قطبو زمانه لانه يستقطب وفيه حتى النساء راه ملي كنتكلم صيغه المذكر راه ما كنستثنيش لاليه النساء راه هذا المقام حتى الرجال والنساء يستقطبون كيجيبوا لعندهم ويوجهون راه ماشي يستقطبون ويمتلكون يستقطبون تجمع ويوجه للصالح تيوجهنا القيزه اللي تقاست في الدول العربيه هاد الرجال مشاو وشكون دابا يستقطبون وشكون يوجهون شوفوا انتم دابا شكون يستقطبون الله شوفوا بلا ما نسمي لكم لا ما كنبغيش نسمي المنكر بلا ما نسمي لكم المنكر شوفوا اللي كيستقطب دابا الشباب في العالم العربي شكون اللي كيستقطبوا علاش لان هادوك الدول هادوك الشعوب امحاو لي تونون ليو راه كاين لي ليوتنون كي لي تونون ليو لي ليوتنون هما اللي عندهم صفه اداريه قانونيه ماليه صفه لي تونون ليو عندهم صفه ديال هيبه فقط ناس يهابهم الناس ويحترمهم الناس فلي ليوتنون في الصفات الاداريه ولي تونون ليو المجتمع الذكي علاش امريكا دايره بري ديال ليتيراتور باسم واحد الكاتب
ان بري اللي كيتنافسوا عليه بحال بري نوبل ليتيراتور. علاش ديرها امريكا؟ شنو هو هذاك الشخص اللي عطات سميته البري؟ علاش؟ لان هذاك الشخص كاريزما. فامريكا محتاجه الكاريزما. علاش؟ لانه هي عندها الصفه القانونيه، عندها الصفه العسكريه، عندها الصفه الماليه، ولكن عندها الصفه الاستقطاب. هذاك لو بري شحال من شخص اثر عليه، وشحال من كاتب اثر عليه، وشحال 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 وشحال. فهنا بنتي حنان نصيحتي لك قبل ما تقول لا، قبل ما تقول لا، هذا السيد هذا واش تقدري تروضيه؟ وباش تروضيه حاول تشوف شنو تيخوف، وراه مخلوه، راه مخلوه، خايف ما يكونش قد مسؤوليه د راجل، خايف ما يكونش قد مسؤوليه ابعاء، راه مخلوه. حاولي طمئنيه، قولي انا راه كيعجبني راجلي غير عليا، والله العظيم الا ما كنتش كنسحاب انه رجال تيغيروا بحال كل عيالتهم، والله جاتك بخير، والله الا فرحت. شتي هي غنطمئن بهذا السيد؟ وشتي والله حبيبه ما تاخذش مني قله الصبر، انا رانا في طبعي ملي كنكون حداك بكثره الفرحه اللي كنكون فيها راه كيجيني النعاس، كنغنى عايم تاع الناس، وكنتمشى وانا ناعسه. هو اللي تحيتك كتنعسي واقفه راه سميتو بالسومنومبول، كاين واحد الناس سميتو بالسومنومبول كي انت سبحت عليهم كاع في جوجل. سمعت واحد البرامج يا مي يا مي يا مي يا مي يا مي، قال لي حنا برنامج درادنا في المغرب، درادنا في اذاعه مغربيه هذا، قال لي حنا عندنا برنامج كنتقفوا بعضياتنا وماشي وتاخذوا معنا قسيمه الشراء، ويمكن لكم تستهنوا بالانترنت. امي 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 الثقافه ولات هي تضرب بالانترنت وتقراها وتعيط في التليفون وتاخذ قسيمه الشراء. احيا حي واسير واسير. غادي نتوقفوا مع فاصل مستمعينا، نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، نواصلوا باقي المكالمات. استاذ معنا عمر من الدار البيضاء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمر اهلا اختي، نشكركم بعد البرنامج. مرحبا خويا. وكنقدر الاستاذ الدكتور محمد مرحبا بك. راني عندي واحد سنين وانا كنتبع البرامج ديالكم. مرحبا بك خلال الميديا. مرحبا خويا، وانا مرتبك بزاف، وانا كنشكر بزاف الدكتور على يعني على سميتو ديالو. مرحبا خويا. وراني صراحة أنا كنقول لك، أنا كانت لك في الأوساط ديالي كنقول لهم هذاك راه ميمون المغاربة، ميمون المغرب الدريبي. بارك الله فيك أخويا. يعني باقي الحمد لله بلاد علام اللي باقيين فيه الأطر بحال فيتكم. بارك الله فيك سيدي، بارك الله. حتى كاينين شي بنادم شي أفعال ديالنا، ولكن ملي كنشوف باقي كنقول باقي الخير، باقي الخير في هذا. الحمد لله، رحنا فينا فينا الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الخير في أمة محمد حتى تقوم الساعة. بارك الله. نرى فينا الدعوة ديالو. مرحبا سيدي عمر. مرحبا. راني كنحاول والله إلا قلت لك سنين هذه تقريبا. إلا إلا. وسبحان الله ما عمر ما فتحت لي فرصة واحدة. وهي كتبت اليوم. مرحبا سي عمر. نعم. تفضل السي عمر باش نربحوا الوقت. تفضل. هذا المشكل ديال سميتو ديال الصفة اللي دوى عليه الدكتور، أنا عندي هذا المشكل هذا من الوالد الله يرحمه، ملي كنت انا صغير كان كيقول لك تقرا غير في الجامعه، ماشي في المدرسه نهائيا. الله هو ما مكتبش، مشينا لواحد مشينا للجامع في الاخير، مشينا للمدرسه واحد العام يعني بالكلاطه، فاش كان ربما الدريبي راه غيكون في بالو هذا. كان واحد الوقت كيعلموا الناس يمشيو بالزز، كيجي المقدم وهو دابا ولا كيجريو عليه بالزز. نعم سيدي، دابا ولا كيجريو عليه بالزز. اي قرينا واحد العام هذاك الديار، والحمد لله هذاك العام دار فيه الله البركه، التحضيري بداونا الابتدائي الاول قرينا في عام، ورانا بخير. جيت يعني من هذيك الساعه وتوفات الوالده وقع مشاكل وهاجرت انتي عائله وداك الشيء، ودابا رانا واحد 50 سنه انا في الدار البيضاء. الحمد لله بخير. قريت شويه في لي كورديسوار، ولكن انا الحمد لله راضي على نفسي. الله الله. اللي بغيت نقول لك انا الحقيقه معجب بك بزاف بزاف. بارك الله فيك. الوقت في البدايه ملي بحال كنتصنت كتقول لنا على كدوينا على فرويد وعلى افلاطون وابن سينا وهذه، كنقول واه السيد هذا واش نحسبوا علماني، ولكن الوقت اللي بديت تشرح لنا الايات القرانيه وكتعطينا لي مانير يعني بالضبط يعني بحال هاد الناس اللي خصنا حنا في الائمه كاع حتى في الاسلام اللي كيحددوا لك واحد الطريق، شوف كيعطيك واحد سيدي عمر. سيدي عمر حتى تغلط انت
سيدي عمر شتي انا دابا تيقنت يعني الوف في المئة ماشي غير بان الحمد لله باقي عندنا الناس اللي ولو الثقافه ديالي دا ما كاينش صفر اسمه ولكن الحمد لله الذوق الذوق شتي اللي عنده الذوق نعم سيدي بحال اللي عنده العلم لان اللي عنده العلم الا ما لقاش اللي يسمع ليه العلم ديالو كيضيع واللي عنده الذوق وما لقاش اللي يعطيه في المستوى الذوق الذوق تضيع هما راه كيمشيو بجوج هو راه كاين الماده والموضع ديال الماده هذا هو القرار لولا القرار ما كانش الاستقرار القرار دابا تخيلوا معايا الكره الارضيه هيك حيدوا ليها الماء شدوا الكره الارضيه وتخيلوها تخيلوها بلا بحر حيدوا الماء البحر غتلقاوها كلها حفاري راه كلها مغرقه شتي هذاك الحفاري ديالها راه هو اللي فراش الماء كاع الكوكب اللي مسطح ما محفورش ما معرقش ما عندوش القرار ما فيهش الاستقرار فراه كذلك الانسان الانسان الامام بالصفه ديالو الطبيب بالصفه ديالو المحامي بالصفه ديالو هادو صفات ديال المؤسسات ما معنى مؤسسه كتاثر العمليات داخل المجتمع شتي وسط منهم كاين المفكرين علاش انا فعال الصيف هاد الكاتب علاش شنو نشوف واحد المسلسل امريكي الى ما وصلش دابا وصل بقيل السلسله رقم 6 كاستل واحد الفريق اف بي اي معاهم كاتب عرجوا دخلوا الصيف كاتب تما في الاف بي اي عرجوا دخلوه عجب شوفوا اغاتا كريستي شكون اللي كتباتها فرمليه وعلاش كتبات على اركول بوارو ومشات للسلسلة ديال لا سيري تريلر بوليسيير علاش باش تفعل الكاتب مارغريت ريسونار اللي غتكون لا بروميير دام في الاكاديمي الفرنسيز ما عمر شي مره حطت رجليها في الاكاديمي الفرنسيز كاتبه انا كندرس المجتمع بتامل وبتاني الوقيته اللي مشيت قلت كاتب عارف اش كندير لان الاخرين الصفات كلهم صفات عموديه ما معنى صفات عموديه بمجرد ما تمشي فيها كتلبسك العلاقة تضيع علاقة هي تخيل عندك صفة ديال إكس عندك علاقة والله علاقة علاش سميتها إطار لأن كادري توي كادري الصفة هي كتاخدها في المؤسسة عندها علاقة كتعلقك فوق منها صفة تحت منها صفة على اليمين ديال الصفة على اليسار ديال الصفة صفة الكاتب ما عندهاش علاقة فحنايا هما الأنكا شكون هما الأنكا ناتورال كيلد سو سون لي سيلول تيوز دو سيستيم ايمونيتير هما الكتاب الكتاب شحال هادي كانوا كيعيشوا بدور النشر وكانوا كيعيشوا بالاتحاد الوطني الكتاب وكانوا كياخذوا دعم منذ نهايه السبعينات ما بقاوش كتاب كيلقاو دعم لان ما كيتباعش كتاب اكبر مبيعات راه الى وصل 5000 10000 ما قال حد فانا مشيت كنخدم في القطاع الحر في وسط الأعمال باش كنمول الصفة الكاتب راني اللي كنمولها ما كنخليش دار نشر تمولها لي باش ما تفتش عليا الري ما كنخليش شي جهة تمولها لي باش ما تفتش عليا الري كنمولها بعرق كتافي ومنولينها شكون كيمولها معايا حب المغاربة عمرك تشوف لالا ملي كنكون غادي مع وليداتي كنتقضى ولا تخيل كتلقاك شي أم أستاذة على ذكر أستاذة يا ريت عندنا في الدربيطه هذاك الموضع ديال البارك سنديبات يا ريت الله يجزيكم بخير البارح نحن المغاربه كنبغيو الخير لبعضياتنا البارح كنتلقى استاذه معلمه مخرجينها هي وولدها من البارك سنديبات باش ياكل ساندويتش برا والسيده جايه من مدينه بعيده على الدربيطه تخيل السؤال وكان هذاك الدري فرنسي ولا هولندي ولا ألماني وباه شاري ولدو طرف الخبز فيه فروماج وشوية ديال جنبو ديال دلدانت واش عمرك شي دري صغير مخرجوك دغمتو أي راه عندكم مسائل تجارية الله يعاون حسن عوانكم عندكم ريستورون خصكم تبيعو واش غيضرك صحيبي إلا مشيتي درتي واحد البليزة في حديقة فيها كرسي العود وتقول عمرك تشوف دري خارج برا واقف شاده مو معلمة جاية من أخر الدنيا باش تزور الدار البيضاء وتزور البارك سنديباد وتقول لها منوع تاكلي ماشي تا هي كتاكل دري صغير اللي كياكل ومخرجينه برا
شتي هنا خصنا نتعلموا شويه شنو هو شويه ليتيك، خصنا شويه ليتيك. الله يجزيكم بخير، شويه ليتيك مزيان دفع الكوميرسيال، مزيان دفع النظام، وشويه ليتيك الله يرحم الوالدين راه هي اللي جعلت اوروبا تستقبل الملايين اللاجئين، ما استقبلهمش دول عربيه، هما سوريين ما استقبلتهم حتى دول عربيه واستقبلهم الاوروبيين. ماشي حشومه علينا حنا الدول العربيه، ماشي عيب، ما قدرناش نستقبلوا حتى 200,000. المانيا مستقبله اكثر، شكون المانيا؟ حنا اللي مشاركين معاهم التاريخ، ومشاركين معاهم اللغه، ومشاركين معاهم كل شيء. لا حول ولا قوه الا بالله في الجهل. ناخذ مكالمه اخرى معنا اسماعيل من طنطان. الو الو، مازال معنا اسماعيل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. عام بخير لاباس. مرحبا. بارك الله فيك دكتور. سي اسماعيل لاباس. بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. شحال في عمرك؟ 31. شنو السؤال ديالك؟ انا كنت صغير، بغيت نطلبك تديري واحد الحلقه ديال تكون مخصصه لهاد فهمتي. كنت انا هاكر شحال هادي، عفا عليا الله واحد عامين هادي. ومؤخرا وليت كندخل لهاد السيد الواتساب وداكشي، ولينا لقينا دوك الناس ديال الخليج اكتسحوا لينا ديورنا. بحالاش بحالاش؟ مناطق انا كنعرف بنات بزاف، كنعرف مده هادي، وكتجو كيجيبوا كيهضروا لي على انهم ضحايا ديال هاد الدعارة الالكترونيه فهمتي. مثلا في الواتساب هي كتهضر مع واحد، صيفط لها فيديوهات وهادي، كيولي دايره خاتم في صبعو فهمتي، كتصدق محرمه على راسها الزواج، القرايه كيهددها. هاد الحالات ماشي حاله وحده ولا جوج ولا ثلاثه، درت بحث تقريبا هاد عامين هادي، لقيت بزاف ديال البنات ضحايا فهمتي. وفاش كنجي مثلا كتهضر مع وحده بريفي هادي، كتبدا تعاود لك كنتيق فيه، الى درجه ان حتى شي امهات ولاو كيتيقوا ديك القضيه ديال عيطي لي على ماما كنخطبك عن طريق الواتساب. لا حول ولا قوه. بحال مؤخرا ديك المراه اللي تبارك الله عليك بعدا على داك الجواب، فاش قالت لك راه بنتي 17 عام غتزوج يماني فهمتي. دابا هما عندهم ديك الفكره ديال الخليج راه تساوي الفلوس. ولدي اسماعيل، انا عندي لك واحد الاقتراح اخر. نعم سيدي. دابا انت عارف لي زادريس اي بي سو لوكاليزي فيزيكمون. ياك عارفها، اون بو لوكاليزي ان ادريس اي بي فيزيكمون، ما كايناش ان ادريس فيرتويل، كاين دي كاش، اون جو افيك لو كاش، اون جو افيك لي سيرفور بروكسي بور فيغ اباريتر دي ماسك، بور فيغ اباريتر دي ليبيلي، مي ديغيغ تو لي سيرفور بروكسي، ديغيغ تو لي ماسك، كنقدروا نوصلوا لادريس فيزيك. فإلا كنتي انت عارف ولدي تبارك الله عطاك ربي هاد الحرفه هادي، تا انا شخصيا انا معاك، طلع عليا لي زادريس فيزيك ونفرجك فيهم. سيدي يعني ملي دخلت لواحد البلاصه وتشوف واحد كيدير شونتاج لواحد السيده بواحد الفيديو، سير بيكي ليا الادريس فيزيك، انت غير شدها، انت غير شدها وخذ الايميل ديالو وصيفط ليا، قول لي عمي المامون ها هو هذا راه عنده الادريس فيزيك الفلانيه، ها شنو تيدير لهادي بهذا الفيديو، حيت دابا القانون راه تيعاقب طرفين بجوج، عندك تسحب القانون تيعاقب على طرف واحد. مثلا المشكله في المغرب سيدي، المشكله ما كاينش التحسيس، انا حاشاك لا 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 عفوا ولدي، انا تحسيس، شوف تحسيس ولا عليك، انا داوي دابا على الوجه الاخر ردع. ردع كاين واحد الجمعيه في امريكا اللي راك واقيلا راه على بال، صيبات واحد الروبو فيات بنيه عندها 11 عام، وحطوها طعم للبيدوفيل، فكيدخل بها وهي راه روبو، وكتاخذ المعلومات وحقيتها كتجمعهم كامل وكتقولها لي، كتقول لي انا غادي الميف تاعك راه وصل لعند المصلحه الفلانيه. فاحنا باش غادي نجعلوا شتي، هذه هو القوه ديال لي تونولي، هذا هو، هذا باش غنعاونوا المجتمع. عندنا مصالح امنيه كتلعب دور كبير، كنعرفهم كيلعبوا واحد الدور، ما نقول لكمش، خصنا نصليو في كل صلاه وندعيو معاهم، كيامنوا لينا الاعلام ديالنا، يامنوا التليفون، يامنوا كلشي، ولكن تيبقاو كيركزوا على البلايص الكبيره اللي في الخطوره، هذه بلايص ديال الحوار، ملي كي واحد كيتحاور مع وحده وهي عطاتو المسائل كونيكسيون، ما يدخلش المجتمع بيناتهم جوج، ولكن تيكونوا بحال هكا، هاد الشباب عندهم واحد الطاقه، عندهم قدره، حنا في التحسيس ولا عليك، نحسو نعاودو، ولكن واحد البنت مسكينه كتيق، كيجي واحد يقول لها انا باغيك للمعقول، يا كتسمع يا كتسمع كلمه معقول كتصيد، ياك لقيت اللي خطات صافي نلوحوها السمك القرشي فرسها، هي خطات، راه خصنا نحميو، واخا راه غنتفاهمو في المجتمع في القانون راه كيعاقب اللي خطا، وليت كيسلكو بعدا، هذا هو الفرق، حنا ماشي خطأتي منك الارواس، لا خطأتي نخرجوك، باش كتخرج
واحد النوبه واحد 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 الشاب في المدرسه كيشوف بنت معاه في المدرسه عنده ما دوش 15 عام كيشوف البنت في المدرسه ما تتسكتش منك فمشى لعندها قال لها مالك قالت ليها اش وقع ليا شي واحد استدرجها وقال لها بيني ليا جمال الجسم ديالك تعري تعرات على اساس غيخطبها وكذا 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 وصورها فولا كيقول لها تجيب فلوس قلت لها تجيبي 2000 درهم مي غتجيب بنت 2000 درهم مي غتجي خمسة اذا غيدفعها للدعاره اذا هي ولا كيبان لها خاصها تمشي للدعاره باش تجمع دوك الفلوس خوفا من هذا جات قالت لها هذا الشاب هذا هذا الشاب جات قالت ليها عافاك اخويا وكيقرا معها هو هز الزجل عندي جا كيجري المكتب مع مباع عاود علينا هكا كذا وكذا وكذا حنا شنو درنا وضعنا على الخط ناس اللي بقاو متبعين حتى وصلوا ليه شخصيا في الطوموبيل وقفوا عليه لقيت اللي شدوه بقيت انا متبع الملف عند القاضي القاضي عطي فين مشى ولا مشى استدراج قاصر لقى هو بالغ مشى استدراج قاصر وتشوف واحد الكرزة البنت ما بها كتخايف يقتلوها ولا تيبوس على راسها تقولها بنتي الحمد لله اللي سلكتي قلت لها شوف يا بنتي دابا اللي غنطلبك سيري فهمي لي هادشي صحابات قول لهم ما تخافوش تجيو القانون سي انا قلت لها بنتي دابا حنا عاونك وقفنا معك في سبيل الله ما طلبنا منك فلوس ما والو دابا عندي طلب اي بنت صاحبتك طايحه في فخ بحال هذا سيري قولي لها ما تخافيش قول لها تجي لعند السلطات قول لها تمشي للنيابه العامه قول لها تمشي للشرطه راهي الناس كتو كتعطيو للاخرين فين يضحكوا على الشعب فين يضحكوا على المجتمع مستمعينا لقاءنا بكم مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح فاصل وراجعين تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح نواصل باقي المكالمات معنا مريم من اكادير الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معك مريم من أكادير اللي كندوز لك هذيك السيده جاتي لا سيمين دغري دابا انا عندي قضيه مع التلالي شديتكم مرحبا بك لاله مرحبا ربي هذاك شوف نسوك على عندي ام بي بي عنده 4 موا دابا تقريبا ياك وما لقيتش لي شدوا لي صراحه انا ساكنه في أكادير وبغيت نخليه عند ماما في مراكش وانا تنعرف الراي ديالك وانا صراحه ما ساخيش به ولكن ما لقيتش ما ندير ما لقيتش كي ندير وبغيت نستشر معك في هذه المساله واش نقدر نخلي هو سورتو دابا عنده اكسبسيون لانه هو لي بين افيك ايتغوسي سادي ماجور وتوبيرامي كان عنده ان موا وباقي شويه لو بوا ديال راسو كبير بارابور زعما على لو كور ديالو وخفت نعطيه زعما نجيب اي وحده ما كنعرفهاش ولا شي حاجه هو اختي مريم نعم خصك تشوف الوضعيه ديال امك نعم الوضعيه ديال الجدات في المغرب ماشي هي الوضعيه ديال الجدات في النمسا ولا سويسرا حنا هنايا مراد 50 عام راه كانت عندها 120 عام في الحقيقه اللي عندها 60 عام راه عندها 160 عام فشوف الوضعيه ديال امك الصحيه واش كتقدر على الغوات واش كتقدر على البكاء واش كتقدر على كل لحظه تحضر لان هذاك الرضيع راه كيخصو واحد الحضور شبه 24 ساعه 24 ساعه فماشي غير حيت امك هي مسكينه ما طرفتش يعني من باب الخاطر المحبه ما تقولش لا الحفيده ميمكنش دابا تجي انا امي تقول لي ها العرا وليدي عطاني ولادك نربيهم بغنقول لها ها العرا امي لا المحبه راه ماشي كتعني القدره الرغبه كاينه ولكن القدره بحال دابا اي واحد يقدر يكون فرملي اي واحد يقدر يكون معلم اي واحد يقدر يكون شرطي هادو كيطلبوا رغبه قويه وقدره قويه خص تكون صحيح كابابل بحال الحج حيت خصك تمشي صحيح فدابا هنا لاله مريم دابا انت في واحد الظرف طارئ ان امك ديباني واحد المده ولكن راه الحل راه في مأسسه الوظائف ماشي في عشوائيه الوظائف انا مبقيتش باغي ندوي في هذا الباب دوركم نتوما ملي كنت ناديت وطلبت انه يكون واحد التكوين للمربيات بسيرتيفيكاسيون ولكن خصو يكون دوبلي دو ناسيستون سوسيال دو سويفي باش ما يطيحوش العائلات في بناتهم ومزيان تجي تخدمي على الناس يديروا فيك ما بغاو فلهذا دابا شكون العائله اللي كتخلي بنتها تخدم اللي كتعرف العائله اللي كتعرف العائله كتعطيهم بنتهم كتخلي اما العائله ما كتعرفش اخويا فاعطي انا بنتي فهنا المجتمع هو غايب
المجتمع خصو يحضر مؤسسه دو سيرتيفيكاسيون من نجيبو بنات اللي يقدروا يكون عندهم نيفو باك ولا بريباريو ان سي ابي ولا ان دي تي ولا ام ديبلوم اللي يعرفوا فين شنو هي هذيك العلاج في حالات الى كذا شنو هو لي جيست ديجيان شويه ديال راه كاين دابا في اوروبا دي فورماسيون دو نونو لا لا سيتي سيرتيفيكاسيون تعلموهم كل شيء وكتجي عندك السيده مقابله شغلها ضابطه شغلها هي تقريك هي توريك في الدياتيك هي توريك في البسيكولوجي ديال لونفون هادشي كله حنا غاديين كنكبروا كمجتمع وعندنا كلاس موين هي خصها اللي يعاونها الطبقه المتوسطه راه خصها اللي يعاونها راه من بين المساعدات هادو دابا هنا عاف اختي مريم انت شوف الام ديالك الام راه عوض الجده والجد راه عوض الام راه كيعطيو بعضياتهم غير شوف الطاقه ديال الام وانت عبريها ما تيقيش بكلمه خا تقول لك لا بنتي سيري عبر الويكاند راه يفيق في الليل وتخيل في الليل مره كبيره ونايضه واخد الدواء مع جوج الليل خاطر الضوء تصيب ليه الكوش شويه الله ترجع تنعسي نوضه مع 3:30 شويه ترجع تنعسي نوضه مع 5 غدا مسكينه فيها التونسون عند القلب كي غدير هذه المره تكون يالله اذا شتي خصنا نعبروها بجوج جهات من جهه الدري ومن جهه المراه ولكن دابا داك كريش مثلا اللي كيقدم شوف مثلا شي كريش اللي تكون قريبه ليها بما انه ما كاينش شي وحده اللي غتجي تساعدها يعني في الدار كاين هذا هو اللي كيأسفني انا وكيحزنني راه كاين اللي قابل راه كاين غير طريقه باش حنا كنتعاملوا مع بعضياتنا ما كنعرفوش نخلقوا علاقات انسانيه لانه السيرفو العقل ديال ربه البيت ست سيرفو سيستيميك مالا سيستيميك شنا كاعطيك 3000 درهم كدوزي الغبره فوق الثلاجه ما كتمسحيش القاع ديال الكسرونه وما كتمسحيش القاع ديال المرحاض وما كتغسليش الجفاف بعد ما كتسيقي بها وما كديريش ست سيرفو دو بروسيدور وهو واش بغيتي العنايه ولا الرعايه اما باش تجمعهم بجوج انت وزهرك علاش دابا في لي ريستورون دو غام كاين لو شيف دو سال وكاين لو سيرفور شنو الدور تاع الشيف دو سال بتعمي الله محتاجينو شيف دو سال كيرد البال لا سويت معنى لا سويت انا عندك دي بلاشو ياك راهم سخنوا في الفران راهم كيسخنوا طابو شو وعندك واحد باقي عنده صاله ما كملهاش بالنسبه للسرباي كيمشي كيحط لي بلاشو قيسين الاخر تيكمل لا صاله ديالو وليني فين ندير لو بلا واش خلاه في الشو ولا خرجو حيت هما غالبا كيخرجوه للطبلات السيرفيس كيخرج من بلاصه الشو واحد البلاصه اللي فيها واحد التمبيراتور كيبقى البلاشو تيخرجو كيجيبو للسيرفيس فين حطو يعني كاين دي بلاصه تحت سخون الا مشات تحتي شويه يد مسائل ديالو كتخسر فلو شيف دو فيل ولا لو شيف دو لا سال رد البال هاد الديتاي كيشوف القرعه قربت سالي ولا سالات وما عمرتيش قرعه اخرى شي قرعه اخرى كيشوف هذوك لي زاميوس غول قربو يساليو والبلا مازال ما وجدش فما يخليش الكليان يقول لي واه فلان في البلا جيب ليه شويه ديال كذا وكذا وقول له سيدي لو بلاي طونكور هو اللي كينبه دونك واحد كيف لاكسيون وواحد كي سوبرفيز لاكسيون هذا في ريستوراسيون دونك شنو هي الرعايه والعنايه الرعايه انك تجعل الدري متاداش دابا الراعي واش هو اللي كينبت الربيع الراعي الغنم واش هو اللي كينبته واش هو اللي دار المرعى واش هو اللي جاب الماء هو تيحضي الغنم عام ما يدخلش فيها كميو وما تمشيش للشانطي وما يفرسهاش ليه شي كلب حشاكم وما يظهرش فيها شي واحد عمى عمى بشراب ترى ولا كلشي كيشرب في هذا الوقت الله يجينا ويجيكم بطبيعة الحال خاص كلشي يشرب لان ما دار صيغه المتعه في المجتمع العربي ملي تكون عندنا صيغه المتعه يقدر الانسان يسكر بتاي فالرعايه هي تحضير لي ولدي ما يتاداش إذا دابا أنت بغيتي الرعاية والعناية إيوا خاصها تكون فورمي ما معنى العناية العناية هو نعطيه الحليب وندير ليه مساج في كريشتو ونهزو نوقفو على كتفي حتى يتقرع ثم نلعبو وثم نرخيه ثم نعسو العناية هي البلاصة اللي كنبدل ليه فيها الكوش الصباح ملي يفيق ماشي هي البلاصة اللي كنبدل ليه الكوش في الليل هذيك ديال الفياق كنبدلها ليه 11 رجل باش يشوف الضوء ديال الشمس ويعرف هذاك هو النهار كان بروغراميو ليه لوغلوج ديالو انتر ديال العشيه كنبدلوها ليه وسط الدار الحال مظلم
باش كيبدا يعرف هذا الضوء ها النهار ها المظلم ها الليل، فكنبداو ندخلوا ليه صيغه الليل والنهار من الموضع، حتى هو ما كيفهمش لا نوسيون دو طون، هو راه كيستوعب بلي سباس بالموضع بلو ليو. فهذيك هي العنايه. اذا دابا انت بغيتي الرعايه وبغي اسري جيبي نانو مكفي، راه كاين واحد الفيلم عند واحد الانجليزيه تشوفي الله يخليك ديري لو ليان سيرو قلبوا على ناني مكفي، هذيك اللي غتعرف لكم الرعايه والعنايه. اما في المغرب دابا عندكم لقيتوا الرعايه الله يجعل البركه، لان الصغير مخصوش بزاف العنايه سهله. اما لا تبغي تشرط الرعايه والعنايه وتكون قاريه وتهضر معها الفلسفه وتعرف البسيكولوجي كومبورتمونتال تعرف فيها تخي ورا بزاف. ناخذ مكالمه اخرى معنا الحاجه عائشه من مكناس. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ مساء الخير. مساء النور لله. حاجه عائشه من مكناس، مرحبا لله. الله يبارك فيك لله. جي ديجا انفوي ميساج للبروفيسور ما عرفت واش وصلوا ولا لا. فكرني تفضل لالا. Je voulais vous féliciter pour votre immense culture générale et votre océan de savoir. بارك الله فيك. Dont on essaie de profiter au maximum. مرحبا لالا الحاجة، مرحبا بك والله. ساعة مباركة، ساعة مباركة لالا. Je suis une fidèle auditrice. ساعة ما تساعدنيش الحظ. هو جابها الله. مرحبا. شتي لالا عيشة. راه الذوق ديالكم تما دار فيا حاله انا. بارك الله فيك استاذ. انا راه اخبارك انا راني قديم جديد، انا راني جاي من عصور قديمه العصور حديثه. شتي هذا الذوق ديال هاد الشريفات هادو، تلاقيت واحد السيده بحال لاله عيشه، عرفتي والله ما خرجت كلمه، شدات لي دس المتي بقات تشوف فيا. بارك الله. مرحبا لاله. عندك لاله شي سؤال؟ شكرا اختي. جي ان بروبليم. Je crois que c'est un conflit de génération. J'ai une jeune fille qui ne veut pas étudier, qui m'embrasse de me sonner. Elle a 21 ans, 22 ans. Elle a dit bint kalella. Là, c'est des marbia. J'ai essayé de l'envoyer à le sonner. Ça, elle a fugué, elle chatte, elle se sépare pas de son téléphone. Non. Et vu l'âge, je me dis que c'est un conflit de génération, je n'arrive pas à la comprendre. Là, il y a un malaise. Lorsque quelqu'un vit avec un malaise, ou avec le malaise qui est grandissant, c'est comme une personne qui a été blessée, une personne qui a été blessée, une personne qui a été blessée. Je dis d'abord, واحد الحلقة راح نديرو هاد الأسبوع على العيشة. على هذاك الوالد او الوالده اللي تيكبر في السن وتيكون عنده واحد صغير في الجهد، هنا خصنا نساعدوك. وانا ان شاء الله غناخذ الهاتف ديالك وغنطلب حبابي في مكناس غادي نوصيهم غيتصلوا بك ويوقفوا معاك في هذه البنيه، لان هنا خص المواكبه والمصاحبه والتوجيه. خص الاب اللي يدخل في واحد السن معين ما يبقاش في المواكبه والمصاحبه، خصو يبعد منها، خصو يشد مقام التوجيه. ما دام خصو يحرص هو ما يقدر يدخل التوجيه حتى يشوف ان المحبه ثابته والصواب ثابت. الى الصواب كاين بلا محبه خصو يسكت ما يديرش التوجيه، الى الصواب كاين بلا محبه يسكت ما يديرش التوجيه، خص يكونوا بجوج المحبه والادب والصواب. لقيت اللي يشوفهم ياخذ توجيه. شكون اللي غيجيب لك ولدك وبنتك لهذا المقام؟ هم ناس صحابه اللي تيديروا معاه المواكبه والمصاحبه، مشو يدير معاه الرياضه ولا يديروا معاه الفن ولا باقي فيهم النشاط ديالو افريقيا ديالو طاقه وانت من والدين صحاب ولدك كدوز رساله للوالدين صحاب ولدك تدوزوها لولادهم ويدوزوها لولدك باش يجيبوا ولادك راهم ولادك. الشيء هذا هو تكتل العائلات، بغيتي تروم ولدك رومو من صحابه، وبغيتي صحابه يرومه لك روم والديه لعندك. فلهذا كيخص العلاقه الاجتماعيه ما تقطعوهاش، ما تقطعوش قدامكم ما تقطعوش وراكم، ما تقولش انا ما كنحملش كحل الراس خليو افراد خير يساعدونا فلان العائلات ما كنحملش المغاربه. عندك تقطع قدامك وما تقطعش وراك. انا جيت من واحد العائله ما فيها ما يتشاف وتقطع وراك. جيت من واحد العائله ما فيها ما يتشاف، راه كون متاكد راه غتلقى شي نقيله بنت عمتك ولا بنت خالتك ولا بنت ولا ولد
كيكونوا تما زوينين كتنو انت كتقطع وراك عمر الانسان ما يقطع وراه ما يقطع قدامه. هذا من جهه استاذ. ومثلا الحاجه عائشه شنو ممكن مثلا باش تقرب لبنتها؟ لانه دابا الوالدين ملي كيشوفوا هذا النوع مثلا ديال البنات كيبقاو دائما في هذيك النصيحه، حتى انه البنت مثلا صافي ما كتبقاش قاعد يعني تقبل اي حاجه اي كلام اي نصيحه من طرف الام ديالها. دابا لو ريفلكس كاين واحد لو ريفلكس ماتيرنيل وباتيرنيل، واحد ريفلكس ربي خلقو فينا كامل كتولي اب ولا ام كيولي ان ريفلكس دو بروتيكسيون، واحد الريفلكس شبه اوتوماتيكي كتشوف ولدك ولا بنتك فواحد الوضعيه في خطوره ولا في صعوبه وكتنوض كتبحبح وكتنوض كتقرق على الدري وكتنوض كتبقى تنصح وتغوت. هذاك سي ان ريفلكس. شنو خص قدامه؟ خص قدامه اون فونكسيون دو موديراتور. شتي فلو ريفلكس ما نقدروش ناثروه. دابا سي اون مامون عندها لو ريفلكس سورتو دابا راه مربيه هي هاد البنيه يتيمه راه دوبل ريفلكس. هنا ما نقولكش راه كبتها في اس 10 فهنا لو ريفلكس ما تقدر تقول الام حبسي ريفلكس. كيخص اون فاس المجتمع كيدير دي موديراسيون في المدرسه موديراتور في الجمعيه موديراتور. انا كنت منيت حلمت انه تكون دار شباب موبيل. احنا في مجتمع كله موبيل ما كاينش هضره ما داش تليفون موبيل. علاش الخدمات الاجتماعيه ما تكونش موبيل؟ كتسمع مره قافله كتحيد السنان وفي مشيت للجبال بحال اللي هذوك اللي في الديوره صلاو زعما راه كلشي مأثر عندهم. هذوك زعما راه حاصلين راه تاهما في القرى وسط العماره في القريه تاهما راه في غار. فتما الا كان عندنا الخدمات الاجتماعيه موبيل تخي يجي واحد الكرافان قدامك في الحومه في العماره في الدار حواك كرافان دار الشباب مودرن ويهبطوا شباب شابات كذا مرحبا لاله فاش نقدروا نساعدكم عندنا مكتبه موبيل عندنا كذا عندنا افلام عندنا هادي وتجي هاد السيد تقول لهم وليداتي راني مراه كبيره وبنتي في هاد السن وخفتها ما تلقى معها من تمشي الحاجه حنا نمشيو معها تجي عندنا. تخيل المؤسسه كتثق فيها تثق فيها شحال غتكلفنا شحال غتكلفنا؟ تكلفنا العزيمه والرغبه وحب المواطنه وحب المغرب فقط. بغيتي حب المغرب سير شوفوا عند الشريف. من غير الشريف راه قلعي عليك يبغى البلاد هادي. ورجعنا لكم مستمعينا انتم في الاستماع دائما للبرنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات وناخذوا مكالمه من طنجه معنا السي احمد. الو مساء الخير السي احمد. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. مرحبا. اي تفضلت معنا مباشره في البرنامج. تفضل. مرحبا استاذ دريبي. اييه نعم سيدي لاباس عليك. تبارك الله عليك استاذ ديالنا لاباس. الله يبارك فيك سيدي احمد. بخير الله يخليك. شكرا انا كتنصحونا بهذه البرامج بزاف. لا شكرا على واجبي. مرحبا بك ربي يخليك. تفضل سيدي احمد. شنو السؤال ديالك خويا استاذ؟ انا عندي مشكل ديال الصداع. بحالاش؟ بحال طنين الاود. انا يدي ما عرفتش المرض ديالي شحال هادي وانا كنعالج اسمه نعالج. شحال في عمرك سيدي احمد؟ 40. شحال؟ 40. دابا شنو قلتي كتعاني؟ واش دابا الصداع كتقصد به انتما الشماليين عندكم واحد عندكم شي الفاظ خصنا ندقوهم بعدا. واش الصداع كتقصد به الاصوات ولا كتقصد به الصداع الالم؟ كل شيء الصداع الالم والاصوات و لا دابا دوي لي غير على الالم. واش كتحس بشي الم فين؟ في راسك في عضلاتك في الجسم شنو؟ انا كنظن بحال ديك الشكل ديال التهاب ديال الاذن عرفتي. انا حتى الطبيب عيط ما تفكرني الاول فكرني الثاني. دابا انت عندك متمركز هادشي في الاذن؟ متمركز هادشي في الاذن. دابا مشى لي السمع من واحد جهه عرفتي جهه الشمال. السمع مشاني مره وكنت كنسمع من واحد جهه اخرى. انا نعطيك اختصاصي في الدار البيضاء واجي يدير استشاره. بغيتي نعطيك اسم؟ قلت لك نعطيك اسم اختصاصي او غير من العيار الفنانين عندنا في المغرب. غنعطيك سميه واحد فيهم واجي دير استشاره. واخا واخا الله يجازيك بخير الله يرحمه والديك منساوش خير. بارك الله فيك سيدي احمد على راس العين. الله يجيب تيسير الله يجيب تيسير. ناخذ رقم الهاتف ومن بعد ان شاء الله نتواصلوا معاك وناخذ مكالمه اخرى. ياسمين من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بزاف شي ديال خط. مرحبا بك يا ياسمين. حاولت ديزو فاش كنتصل بكم. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يخليك سيدي. انا ياسمين دي كازا 39 ans. جي بيردي ما مير سويت ا مالادي غراف و
j'ai fait des angoisses avec répétition, avec anxiété et douleur musculaire et articulaire. J'ai fait le traitement chez Annecy. La première fois, le traitement a abouti, après j'ai fait une récidive. D'abord, j'ai difficulté, donc perte d'énergie, donc chaque fois que mon moral est affecté, qui voulait des douleurs articulaires et musculaires. Donc elle m'a dit que le psychique a été affecté. Chaque fois qu'on dit un stress, ça, ça réveille des douleurs. Lala Yasmine. Oui, si. ملي شي واحد كيتبع اون ثيرابي دو تيب تي سي سي ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال واش كاع داكشي عيط لكم هانيجي كاني جيك بغيتكم تردوا البيض الله يجزيكم بخير ان في اختياركم لهذاك الطبيب النفسي سورتو البسيكولوج اللي غيدير معكم لا تي سي سي ماشي البسيكيات البسيكياتر كيعطي ادويه سيونس دورينتاسيون اما البسيكولوج ولا الثيرابوت غيدير معكم دي ثيرابي كونيتيف كومبورتمونتال ركزوا بزاف على اللغه اللي غتخدموا معاه بها اغلبيه هاد الناس كيكونوا دارسين في اوروبا ودارسين في فرنسا كيتكلموا معكم باللغه الفرنسيه هي سميتها تي سي سي ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال يعني مثلا انا كبر في المغرب وشارب الدارجه ملي غادي نعطي دي ريفلكس لينغويستيك كاين دي ريفلكس بلي مو هي vous devez prendre vos distances avec le capital émotionnel tel que vous l'avez hérité de votre maman. Vous avez des belles réflexes. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Et il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est ce qui se met les points de capitan. Il y a un peu de temps. Nous voulons nous faire des bilingues. Sans qu'on trouve les accès, les points de capitaine, mais les points qui t'accrochent le sens. Mais qui n'est-ce pas? Fait qu'il y a des gens qui disent en français, mais une langue morte, qui disent dans le vocabulaire, ou dans les réflexes. Même dans les réflexes. Les réflexes, c'est que derrière le sens, il y a une impression. Il y a une gueule, moi, maman, bien, moi. شي لما قلت مي تخيلت كلب سابع عيني وكنقول وا مي تخيلت خويا الكبير باغي يضربني وا مي تخيلت حلمت في الليل حلمه خايبه وفقت وا مي شتي لي ريفلكس عندي مطبوعين فملي كنقول كلمه مي كتعني لي مي النجده كتعني مي الحمايه كتعني مي العطفه كتعني مي الامان مي فملي كنقول ماما ما عنديش لي ريفلكس Oui, quand j'avais peur, j'appelais maman. Mais quand tu me crois, tu dis oui. Donc, il y a des gens qui sont idéalistes. Dans le monde, des idéalistes. Des idéalistes comme le coq. Ils se dorent la crête avec le gel, mais les pattes dans la merde. Voilà ce que c'est que les idéalistes. Ils sont dans le monde, l'arabe. Ils sont des idéalistes. Oui, l'idéalisme, son travail. وما داخلش الاوحال لان هو فين واحل الانسان راه واحل فواحد الموضع فيه وقيله العسل والعنبر ياك تما فين واحل بنادم عمرك لقيت شي واحد تاع مي واحل كيفاش يخسر الفلوس شي واحد عيط لك الله يخليك اختي سناء دوز ليا الاستاذ دريبي العام استاذ الله يخليك راني عندي الفلوس ما كعرفش نخسرهم ويمكن لك تعطيني شي وصفه كيفاش نخسر الفلوس عمر شي واحد عيطنا حنا دابا 10 سنين في الاعلام على هذه القضيه ها عمر شي واحد عيط لينا كيفاش يتمتع الله يخليكم انا عندي طوموبيل وعندي الباطو وعندي الحصان وعندي البورش وكوبي وعندي لي مونتر دو لوكس وافخدوزي استاذ بغيت نتصاشر معاك كيفاش نتمتع ما عيطناش عفاك كيوحل الانسان في الواد الحار جري عليه بوه في الليل ضربته امه جرات عليه تزوجات امه خلاته عند خالته كاين فين واحد اذا دابا هنا خصك تمشي تقلب على لي ريفلكس فهنا خصكم نتوما راه حيت ملي كتمشيو عند ام سيكولوج ولا كتمشيو عند شي ان ثيرابوت راه ماشي نبي راه بحال اللي كتمشي عند دونتيست راه بحال اللي كتمشي عند لوفطالمو يعني ما لقيتيش راحتك بدلو ماشي تمشي ايدياليست عابرك تي قدامو دا معاك فرونسي فواحد البيرو كبير وواسع ودير هذاك لا خاصك تشوف واش كاين شي حاجه كتهز لداخل كتهز هذا كتهز لقيتي اللي لقاسك ما كتهش زيد بحالك ما تكونوش انتوما في الايديال
مرحبا بك، غادي نديرو حصة الاستماع اليوم، ما غنتكلمش معاك، غادي تستلقي على الفوتوي وخذ نفس وعاودنا اي حاجة جات على بالك، وما تخافش تفضل، يلا عندك 45 دقيقة ولا 30 دقيقة، يلا قول انتهت الحصة، شكرا، الى الملتقى. احنا افريقيا، احنا افريقيا، احنا ثقافة نيلسون مانديلا، احنا ثقافة الاوتو، احنا ثقافة توتسي، احنا ثقافة ديال الرمل الحمرية، فكيفاش يعيب الله نجيو نبدل الاديان للناس؟ خصنا نكونوا في تلاقح ثقافات، نعرفوا الفرنسية ونعرفوا العربية ونعرفوا الشلحة ونعرفوا الريفية ونعرفوا الانجليزية، ولكن نخلو الواقع داكشي اللي عندنا في واحد النبته راه خصها التربه ديالها، واش الارقان غينبتلك في سيبيريا؟ واش الارقان غينبتلك في فرنسا؟ واديش نشط الارقان ونبتها؟ البيكاتوز كنعز عليه شجر الليمون، كان داير ليه سير دجاج، وكل شجر الليمون داير ليها محبق كيعبر 25 كيلو كيهزو جوج ديال الخدامه. يعني بغيتي دير شجر الليمون فيرساي، سير شوفوا لو غول بيكاتوز شحال خسر عليه باش دا شجر الليمون. غادي نبت لك تورنوسول في لابونليو ديال ما عرف شنو. دابا استاذ، الصوره اللي عطيتي في الغالب كنا كنشوفوها يعني في الافلام الاجنبيه ولا حتى العربيه، هذا هو طبيب النفساني، يعني الا ما دارش معنا بحال هكا وما فضفضناش ليه وجلسنا في الكرسي مثلا، ولكن ملي كنشوفوا مثلا كيفاش كيخدموا الاطباء، يعني ماشي بهذا الشكل، لدرجه انه شحال من واحد دابا كيتواصل معنا تيقول مشيت عند طبيب نفساني ولكن راه ما فضفض ما هضرتش، يعني شاف الحاله ديالي عطاني واحد الدواء وقال لي رجع ليا مثلا السيونس الثانيه ولا. هنا خصنا نجعل المواطن يميز ما بين البسيكياتر هو اللي وصفتي دابا، البسيكياتر كيعطي وصف الدواء وكيشوف واحد الحاله توتر، البلاد ما ناعش ما كياكلش، معصب تياكل تفاروتين في شعرو، كيخصو يهدنو وتيعطيه واحد الدوزاج، واحد الدواء معين على حساب البوا ديالو على حساب الهيستوريك ديالو شحال خدا ديال الدواء ما خداش. اما حنا داوين على الاتجاه الاخر اللي كيواكب البسيكياتر اللي هو البسيكولوج ولا ثيرابوت، حيت البسيكياتر بحال اللي كيهدن واحد الوضعيه وكيدفعو لاختصاص اخر يواكبوا باش يغير العقلية. هذاك اللي غير العقلية هو اللي خصو يكون شارب في التربة ديال الثقافة ديال هذاك المواطن، حيت دارتها كندا سمتها ليتنو بسيكولوجي. علاش كندا دارت تخصص في الجامعة ديالها سمتو ليتنو بسيكولوجي، وكتقري دي بسيكولوج دي لونغ ديال لي زابوريجين ديال بلادها، وكتقريهم التاريخ ديالها القديم، وكتقري علاش؟ لان عندها مواطنين ماشي دي امريكان ولا دي زونغلو ساكسو، عندها دي زابوريجين، ناس قدام تما قبل ما يجيو كاع الانسان الابيض كاينين تم. فمشات دارت ليتنوبسيكولوجي، ليتنوبسيكولوجي ما كايناش في اوروبا، ما كايناش، كيقريوهاش، وحنا تابعين دائما الوجهه الاوروبيه، ما كنشوفوش شنو بحال اللي عطاني الميثود امريكان تيخدموا بلو برينسيپ دو ريزيليونس. شنو هو البرينسيب دو ريزيليونس؟ لو برينسيب اوروبيان سي ان برينسيب داناليز ريتروغراد، كيبقى راجع معاك المراحل، كتستغرق العمليه طويله. الامريكان نو، الامريكان عندهم ثقافه الحرب، ما كاينش شي شعب اللي خاض حروب قد الامريكان، ما خاضوا حروب بزاف سورتو في العصر المعاصر، خاضوا حروب كثيره، فمتعودين يتريتو لي تروماتيزي، كيجيو معسكري مقطع ليه يدو مقطع ليه رجلو كيخدموا بلا ريزيليونس. شنو هي لا ريزيليونس؟ هي ملي كتشد واحد الكره ديال التنس وكتضرميها على الحيط، شتي ديك الضربه اللي كتضرب الكره على الحيط كتمتص ديالها، هي شتي كتشوفها كتعج كتبعز من جهه الحيط، شتي كتاكل دقه شتي الكره من الجهه اللي باقاش الحيط باقا شاده لا فورم، ولكن من الجهه ضربت الحيط كتبان لك الكره تبزعات. شنو غدير هذيك الضربه اللي خدات؟ غتعطيها قوه باش ترجع. هذيك هي لا ريزيليونس، كيقول لك خدم بالقوه ديال الضربه، لقيت اللي تضرب صحيح اعطيه انت عاوتاني ان برينسيپ قدو في القوه راه يخرج بنفس القوه. حنا ما قاريينش الناس ديالنا، ما قاريش لا ريزيليونس، قارينا ماشي ما قاريش قلال، فتيخدموا بالاناليز اناليتيك ديال ليكول اغلبيه فرونسيز لاتين، ولكن راه كاينه لا تي سي سي كومبورتمونتال، كاين لي سيونس دو كومبورتمون، كاين لا ريزيليونس، وخصنا نتادابتاو المنهجيه الثقافيه الفكريه ديال افريقيا ولا ديال. فملي كيجي شخص مثلا بحال دابا هي كتواصل معايا بالفرنسيه، سمعتي كدوي معايا غير بالفرنسيه قبيله، بالفرنسيه شنو كتعني؟
كتعني بانها يا اما كبرت فرنسا يا اما قرات في مؤسسه فرنسيه يا اما كتعتبر اللغه الفرنسيه هي اللي غتعبر على الحاله النفسيه ديالها. دابا ندير واحد الاحتمال ثلاثه، شتي الاحتمال انها كبرت فرنسا، احتمال قرات في مؤسسه فرنسيه، احتمال انها كتظن ان اللغه الفرنسيه اللي غتعبر بدقه على 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 مزيان. دابا نديرو كبرت فرنسا وقرات فرنسا، عندها لي ريفليكس، ملي عندها لي ريفليكس خصها تكون لقات الجواب، حيت لي سبيساليست اللي عندنا كيضبطوا هاد الميثود. دابا راه هي معيطه بعد ما قالت عندها اون ديبرسيون كي ريزيست، وخدات الادويه وطلعت الادويه وطلعت الادويه. دونك هنا كاين ان بلوكاج، سوا اللي كتمشي عنده ما كيعرفش، سوا لاكروش ما كاينش. انا ماشي في موضع باش نحكم كيعرف ولا ما كيعرفش، ما شغليش، انا ماشي موضعي، انا كثير كنخدم بالفكر ديالي بحال اللي كنقرا كتاب ولا كنشوف فيلم، انا ما شغليش في اختصاصي، هذاك شغل الزبون ديالو هو. انا غنمشي للجانب الاخر بان مادام ساره ايزيستي ولا ربما كيعرف شغله كيتقن شغله، دونك هنا الاداه اللي تستعملات اداه ما شدتش لي زاكروش. غنلقاوها فين؟ غنلقاوها عند الامهات ملي كيديو ولادهم للروض، كتكون فيه واحد المربيه كتعلمهم الفرنسيه، كتلقى ام مغربيه ما عارفاش الفنيات اللغه الاجنبيه، وكتمشي تجيب ولدها من الروض، والدري الصغير عنده 5 سنين ولا 6 كيهضر الفرنسيه مزيان، وكيجي عند مو وكتقول ليه محمد اون فا الي مانجي لو بيتزا، تخيل، وكتبدا بنيه كتصحح امها كتقول لها نو مامون سي با لو بيتزا سي لا بيتزا، كتقول ليه واسكو لي تا سور ياسمين برون لو فورشيت نو مامون سي با لو فورشيت سي لا. علاش؟ لان شدو تاقلم الثقافي مع اللغه الاجنبيه بحال لغه سحريه. فدابا لاحظ شي ام بغات تفهم لولدها شي حاجه كتفهمها لولدها بالفرنساويه. هانتوما لاحظوا في المجتمع، كونوا في شي جردر في شي حديقه ولا في شي بلاصه، كتشوف الام ولا اب بغي يفهم لبنته ولا ولده شي حاجه، نون تو تاغيت سي تو بلي محمد من نو مي اغيت، كيشرحوا لهم فرنساوي. علاش؟ ماشي حيت حنا اوني بيلانغ، ماشي حيت حنا منفتحين على العالم، راه حنا نصون بيلانغ وي، حنا منفتحين على العالم وي، وحيت يظنون بان هذه اللغه تصل الى الغايه اكثر من اللغه. هذا ظن، هذا غير ظن. فإلا كان بصح، إذا الفرنسيين ما خصش يكون عندهم مشاكل مع أولادهم، ما خصش مشاكل يكون عندهم اضطرابات وكونفلي جينيراسيون مع أولادهم، مادام هذيك اللغة كتوصل خص لي فرونسي اللي هما في فرنسا يكونوا واصلين بها. إذا ملي ما وصلوش بها، إذا القضية ماشي في اللغة، القضية في المحتوى اللي غتوصلوا اللغة. أنا هذا المحتوى داوي عليه. غادي ناخذ مكالمة أخرى ومن بعد نتوقفوا مع فاصل، ناخذ وفاء لأنه نقول لي كتنتظر من وجدة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وفاء. مرحبا يا وفاء. ورب يخليك لرحم الوالدين. شكرا دكتور، راني فرحانة اليوم. مرحبا بك. بعد انت دارت لك السنوات. مرحبا بك. مرحبا بك. شحال في عمرك لالا وفاء؟ 37 سنة. مرحبا. عندي جوج وليدات، واحدة عندها 14 عام واحد 13 عام. تبارك الله. واحدة وليت ابسط الحاجه تقلقني ومع ولادي هكا يهضروا بيناتهم صافي يصدعوني في راسي، تقول هكا تنسمعك تقول النساء زعما ديروا شي خدمه. انا عندي الخياطه هكا في الدار، ولكن هذا العام دي قوتيتها ما تنهزاش، حتى انا مشيت درت على راسي بالسيف باش نمشي نخدم شي حاجه هكا تديني النعاس على الماشينه. لا وفاء. نعم اخويا. عندك شي سطح في الدار؟ نعم. عندك سطح في الدار؟ عندي سطح. بغيتي الدواء؟ هو ماذا بيا؟ غطلعي السطح، غطلعي السطح. نكمل لك الله يرحم الوالدين. اكمل. وتال المعاصرة الزوجية ما بقاتش عندي. هاني جيك على لا وفاء. سمعي لي. الله يرضي عليك بالشمس. الله يرضي عليكم نتوما النساء المغربيات، راكم كتكونوا بزاف في الكوزينه في الصالون في الدار، ما كتاخذوش واحد القسط من الشمس، والشمس كتعطينا لا بروفيتامين دي.
وهاد لابرو فيتامين دي مهمة بزاف بزاف بزاف. فالله يعطيك السر، يكون برد ولا الشتاء ويكون كذا، غير تبرق الشمس طلعي السطح ديالك ودير واحد الكريم سولير ولبس شي لباس خفيف ما يكونش طبيعة الحال، ما يكونش الجيران كيطلعوا لك ولا شي موضع مستور، وخذ ديالك الله يرحم باك واحد القيس ديال الشمس تشمشوا تشمشوا. ثم عليك بشي حاجه تعطيك الفيتامين او، هذيك الزريعه اللي كنقليوها ونبدا ناكلوا فيها سلوك، ديك الزريعه الكحيله شتي واخا تاكلوا منها غير واحد 20 غرام ولا 30 غرام، كلوا ديك الزريعه شتي عليكم بواحد ليجيان فيتامين، ديروا واحد ليجيان اليمونتير فيها الفيتامين. حنا بلاد الليمون، ثم بركان عندكم شي ليمون كيحمق، ثم جيبوا كوربه وزردوا عليها، حتى داك الخاصه في الفيتامين راه كيعطي مشاكل يعني تاهو كتحل. شتي النبته، النبته سماد، النبته راه هي السماد والله، ونقصها السماد تلوى عليكم بعدا بالسماد. ماما لو بلوز امبورطون باش تطلع النشوه، هو عرف بان النفس تمل، وبان الملل هو طبيعي، وهو دال على ايش؟ دال على قله التجديد. فهمتوا شي واحد مل، عرف بان اسلوبه اللغوي كلامه، عرف بان القصص اللي عنده يحتاج التجديد، حبس شتي وصل البلافون، بلافون يعني كاع الكتب اللي عنده قراهم، كاع الكلام اللي عنده قالو، كاع القصص اللي عنده عاودهم، صافي ما بقاش عنده جديد، كيمل والله. ثم والله اللي ما استهلكش على الاقل 4-5 السوايع ديال التلفازه المفيده في الليله، انا كنستهلك حتى 6 السوايع في الليله والله، ما تخيل ما حدين استهلك ماده فيها فائده تنترخى شي بحال كندير مساج المخي شتي، كنمشي مثلا نشد واحد القناه وندير فيها كيفاش كيتكونوا مجرات الجالاكسي، وتطيح في شي فنان شي عالم هو اللي كيبدا يلعب شي محد هو تيتوسع وانا مخك يتحل وعلقيتها كالقراسي نعس. اما شتي ملي يكون عندك الدماغ، لا الدماغ بحال شي عود خصو فين يخير خصو فين يجري، فهنا ما تبقاش تقلبوا راه عندكم مشكل في شي بلاصه، تبارك الله وجالك العرف مدواقه، ناس صوابيين ناس مؤدبين ناس مخلقين، شتي 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 عندك هلفاس وعندك وجاده، شتي اللي بغى العرف والذوق عليه بفاس، وشتي اللي بغى تابعته الطقوليه سير وجده في كيك ودور تما ديك الهبطه، عندهم واحد الهبطه معهم راه جايه هبطه الرشيديه وغدا الريش تما الطقوليه ورد لي خبر. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجعوا دائما نواصلوا باقي المكالمات من خلال البرنامج بكل وضوح. ورجعنا لكم مستمعينا ونواصلوا دائما باقي المكالمات، معنا توريا من الرباط. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بكم. اهلا استاذ لاباس عليكم. مرحبا لالا توريا، لاباس لالا؟ صافا ميرسي بارك الله فيك. ما خليك عندي واحد مشكل، بغيت نتقاس معك هذا المقدر ديالكم ان شاء الله يقدرني اختي. مرحبا. واخا عندي واحد الوليد عنده 10 ans. شحال في عمرك انت يا لالا توريا؟ انا عندي 43 ans. شحال وليدات عندك؟ عندي تبارك الله 4. الله يحفظهم لك. شحال في عمرهم؟ الاولى عندها 15 ans. عندها 35 ans. الوليد تبعها عندها 10 ans 11 ans عنده السادس. والصغيرين 5 ans وواحد عام. صغيرين وليدات ولا بنيات؟ لا صغيرين 5 ans بنيه، والصغير وليد عنده عام. إيه دابا انت كتسول على من؟ انا كنسول على دوزيام. الوليد 10 سنين. اييه تفضلي لالا، شنو السؤال ديالك؟ انا كنخدم عنده مشكل في الدراسه، هو الي ايتراكتيف ولكن كنخدم معاه في الدار، يعني كندير معاه الاناليز ديال الظروف والتمارين وهذا، ولكن في الاكزام ما كيعطيش. يعني انا جو ماطوندي باش يجيب ديك الناس مثلا ولا ويت يلا كيجيب ديك سيت، ولا ملي كنجي نشوف لي زيرور ديالو كنلقى لي زيرور غير كيسيون دو كونسونتراسيون، يعني هو في الدار كيجاوب من شي تما واش صعيب الاجابه، ما عرفتش دابا واش ديك ليبر اكتيفيتي اللي عنده ولا شي حاجه اخرى. لالا توريا كلامك سطحي، كلامك عنده الصبغه تقنية علمية مصبوغ، ولكن كلامك سطحي. ففي السرد ديال المعلومة قلتي إيبيغاكتيف، ما محلها من الإعراب. وشوية هاني جاك هلا توري هاي خليني كبل معك. في السرد قلتي كنخدم معك كذا وكذا، إلي إيبيغاكتيف دخلت لينا هنا الوصف ديال إيبيغاكتيف، ما محلها من الإعراب مزيان. ثم
قلتي كنخدم معاه وكنجي مزيان والمشكل غير تركيز. مستعده ندير معك تحليل؟ لا لا كون تقولوا لي هذا الشيء. لا لا توري لا لا توري عافا اختي كتراجعي مع ولدك. اييه غير ترجعي تراجعي معاه بعرف ولا حيدي. غير تراجعوا مع ولادكم بالعرف ولا اعطيهم تقار شوفوا شي استاذ يراجع معاهم. دابا الا بغيتي تراجع مع ولدك الله يرحم والديه غتخدم بتروا زاكسيون ثلاثه ديال لي زاكسيون عقل عليهم زين. اكسيون كي رابيل لي نوسيون كي انستور لي بريكوي اون اكسيون كي رابيل لي نوسيون اي كي انستور لي بريكوي هادي اكسيون دو باسي. Action qui présente le contenu, qui organise le contenu d'aujourd'hui. Et une action qui anticipe sur ce qui va venir. Je vais vous dire, trois temps. Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, l'arabie, la française, la réadiette, la SVT, la AIMED. Action qui rappelle, je vous le dis, qui instaure les prérequis. Action qui présente le contenu d'aujourd'hui, Yeldaba, qui organise, et action qui présente ce qui va venir, qui anticipe. Hadi daba ghir f la présentation, hak nqaddem. Daba ghandkhol la méthodologie. La méthodologie. Kul dars, khna nhet qdamo wahed tay, bhal comptabilité. Kul dars. فيه سافوار على اليسر دير عفاختي واحد تي كبيره دير واحد تي فهمتي عندها جوج اضلاع عندها واحد العمود الفقري شتيها غدير على داك الضلع اللي على اليمين سافوار تما كتب تما سافوار تما ديت حنو علم او معلومه. هنا على اليسر غدير كفاءه كومبيتونس. لهي في داك العمود اللي هابط غدير انجاز هنايا انجاز مزيان وغتفرع ثلاثه د العروق. دابا حنا حطينا التي هذا هو باش غادي نباري نباري بهذا الروبير. دابا غندير ثلاثه د العروق. عرق فيه درس كتب كور ثلاثه د العروق خرج ثلاثه د العروق بحال هكا ثلاثه ما بين لا 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 بعد منهم ثلاثه تم تحت من التي دير ثلاثه د العروق واحد على اليمين شرط هكا على اليمين واحد في الوسط وواحد ها ثلاثه د العروق. واحد غتمشي تما غدير كور تما فداك العرق غدير كور درس في الاخر غدير تي بي في الاخر غدير تي دي كور تي بي تي دي مزيان. كنشد الدرس اللي غنقري لولدي طبعا غنقري لولدي انا غنمشي لهيه الكور غندير كور ياك باش غنعرف ان الدرس كافي لان الكور راه كافي داك الدرس كافي باش غنعرفو ملي غندير تي دي. شنو هو تي دي؟ هو ترافو ديريجي. ما معنى ترافو ديريجي؟ مثلا غادي نجي نتكلم على جغرافية المغرب الوديان في المغرب شي حاجه كتعتني كتقري جغرافيا ندير كور تي دي هو غنشد هذوك اسماء الاوديه وغنعطيه علامات كاينين ونقول ليه حطهم لي في الجغرافيا برج راك فين جا واش جا في الشمال ولا في وسط المغرب ولا في الجنوب اين مدينه كيمر بها وتنعطيه الاوديه فراقي وخصو يحطهم. الا شفت المعلومات ديال الدرس ولو تي دي اللي درت استوعب لي الدري الدرس معنيتها التي دي ديالي راه قد يعمر حاجيات الدرس. شويه شفت انا ولدي فهم الكور كي دخلت مع التي دي خافو دي غيجي تخربق معنيتها هذاك التي دي خصني منه جوج انواع وثلاث الانواع. التي دي هو ديمونستراسيون كتنوض انت كدير ديمونستراسيون قدام ولدك ولا بنتك كتقول لها كيفاش كيتحل هاد الاله هاي شتي كيفاش كتحل هاي هو كيشوفك كيخدم ديك الساعه بلي نورون ميروار هاو يتحل. شفتيه بانه استوعب الديمونستراسيون ديالك عرف بان الطريقه باش نظمتي الديمونستراسيون راها ناجحه. شويه شتيه تلف ما استوعبش اش كيديروا الناس كيعاودوا يراجعوا معاه الدرس كيقول لي غنعاود نقريك الدرس ولا خاصك تلعب ليه جوج ديال التي دي وثلاثه ديال التي دي بمعنى ان خاصك تكون عبرتي الصعوبه والمستوى ديال المركب والمعقد ديال الدرس. فهنا شكون اللي غيساعدك؟ المقرر راه فيه جوج كتوبه، فيه كتاب التلميذ او الطالب وفيه كتاب المدرس.
خصكم تشريو الوالدين جوج كتبات، تشري كتاب ديال ولدك اللي كيقرا به، وتشري حتى الكتاب ديال المدرس. اشنو فيه؟ فيه تعليمات عاطينها ليه دار النشر ولا هذاك الفريق اللي كتب الكتاب، تيقولوا ليه هو المدرس كيقول له رد البال هذا الدرس هذا راه صعيب. شتي ملي تلقى التعليمات في كتاب المدرس بان هذاك الدرس صعيب ما تكتفيش بتي دي واحد، اضعف الايمان ثلاثه. وإلا وجدتي ثلاثه د لي تي دي، كل تي دي تخرج حداه خمسه د لي تي بي، وما تفاليدي انت امو ولا اللي كيقري معاه بان الماده مستوعبه، حتى المعدل ديال 15 تي بي يكون فوق 15 عاد عارف انه مستوعب. الا كان ما بين 15 و 13 متوسط، الا كان ما بين 13 و 10 ضعيف. فين حطينا الاستيعاب؟ حطينا عند 10، حطينا عند 15. وريني شي استاذه ولا شي استاذ ولا مولا باه اللي كيخدم بهذه المنهجيه، بغيتو تخدموا بها تصلوا بالسي ان دي بي ديال فرنسا وتليشارجيو ليزيكزارسيس ولي تي بي راه كاينين. المقرا المغربي لينا وليكم الله. دابا راه حتى الشيء اللي قلتي راه كيبغي مجهود وكيبغي واحد، قلت لكم خاصكم مؤسسات كتعطي الماده البيداغوجيه، خاصنا لي غوسورس بيداغوجيك. لي غوسورس بيداغوجيك يا اما عند الاساسي ديال الدعم وكنسميهم حنا في السوق صحاب السيريات، تيكون استاذ صحاب السيريات كنعرفوا عنده واحد 300 سيري ولا واحد 250 سيري ولا 400 ولا 500. اذا يا اما نمشي نطيح انا في استاذ السيريات ويخدم لي القرايه بميكانيك، يا اما نمشي للساعه نقلب على لي غوسورس. انا شخصيا كيفاش كندير؟ انا كنتعاقد مع طلبه باحثين في الدكتوراه وكل واحد كنخلصوا ليه باش يوجد لنا حنا الشغل ديالنا. اما هو راه خاصك نورمالمون يكون عندك مصلحه كتعطيك الموارد البيداغوجيه. انا بغيت 200 تمرين في العام، بغيتهم خصني نمشي نتيليشارجي ونخلصهم ولا نمشي نقلب عليهم؟ خاصني مؤسسه كتعطيهم. دابا حنا المؤسسه الفرنسيه راه هي اللي عتقانا، راه راه بلا بها راه مشينا. هاو تيقول لك يا تودي تاع عتق عجيبه راه. مستمعينا كنشكركم بزاف على وفائكم البرنامج بكل وضوح، التقي بكم غدا بإذن الله دائما في نفس التوقيت المسائي من السادسة الحدود الثامنة مساء. لكم تحيات وفاء فائز لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، تمنوا لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. بكل وضوح بكل وضوح مع البروفيسور المامون مبارك دريبي. الاسم ديال الاب والام باش كيتصرفوا الاخرين، راه الزواج عباد الله راه ماشي واحد الحاجه سحريه، راه غيدخل سلحفات غيبقى سلحفات. بكل وضوح مجتمع تحت المجهر. تحت شنو هي ديال المنع النفسي؟ ديال المنع النفسي هو الاب والام من 3 سنين الفوق عندهم الحق في ولادنا، راه زوجها كيجي كيستهلك هذاك الحب، كياكلو باش كياكلو بشخصيته بقوه شخصيته بذكاء. برنامج بكل وضوح مع البروفيسور مامون مبارك دريبي ياتيكم من الاثنين الى الخميس من الساعه 6 الى 8 مساء. بكل وضوح برنامجكم المفضل.